أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة القدس العربي، مقال الكاتبة هيفاء زنجنة تحت عنوان السيادة العراقية المنتهكة، وجاء فيه: كما هو معروف لم يتوقف سيل الاجتماعات الرسمية يوما في العراق، للتأكيد على أهمية الحفاظ على سيادة العراق وما تحقق من منجزات أمنية، ومن بينها ما أخبرنا عنه مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي في تغريدة له بأنه التقى رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي يوم السبت الماضي وبحثا موضوع سيادة العراق. في ذات اليوم الذي التقى فيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، وتضيف الكاتبة: على مدى 20 عاما الأخيرة بات موضوع السيادة مصدر رزق لباعة الورق واستوديوهات الأخبار التلفزيونية ومزايدات الساسة في مجلس النواب وأطنان البيانات والتصريحات الرسمية. السيادة كما هو كل شيء آخر في العراق الجديد، من الإنسان إلى البيئة، لا تزيد عن كونها بضاعة مغلفة بورق ثقيل للاستهلاك المحلي والدولي، بضاعة لم يعد بالإمكان التعرف عليها لفرط تبادلها في سوق المزايدات السياسية. في مراجعة سريعة لوضع السيادة العراقية المنتهكة باستمرار، سنجد أن تصريحات الساسة العراقيين للانتهاكات تتماشى مع ولائهم لهذه الجهة أو تلك أكثر منها لصالح موقف وطني عراقي. من هذا المنطلق وفي ظل هذه الظروف الخارجية، سيبقى العراق رهينة كل دولة تريد تحويل النظر عن أزماتها السياسية والاقتصادية ومشاكلها الحقيقية مع شعوبها، مهما كانت ادعاءات النظام العراقي عن تأمين السيادة. إلى صحيفة المدى، ومقال للكاتب علي حسين يقول فيه: لبيت في العراق يخلو من حديث حول صورة تل الأموال التي عرضها رئيس الوزراء وهو يتحدث عن سرقة أموال الضرائب، وربما لم يصدق الفقراء ممن يتلقون معونات شهرية لا تتجاوز 5000 دينار يوميا ويسكنون بيوتا من الصفيح، أن شخصا واحدا استطاع أن يسرق كل هذه المبالغ التي اكتشفنا أنها تمثل أقل من 5% من حجم المبالغ أو المبلغ المنهوب، وأن الشاب نور زهير استيقظ ضميره في ساعة متأخرة من الليل وقرر أن يعيد بعض الأموال، واكتشفنا والحمد لله أن السيد نور زهير رجل ثري وأن المبلغ الذي لفلفه مجرد خردة أمام ما يملكه. ويضيف الكاتب أنه ينقل ما قاله قاضي النزاهة بالحرف الواحد، ينقل عنه قائلا: المتهم نور زهير لديه عقارات واستثمارات تفوق المبلغ الإجمالي للأموال المسروقة، من المستبعد هروبه خارج البلد بعد خروجه بكفالة مالية قياسا بحجم استثماراته وعقاراته. فقط في هذه البلاد تجد مسؤولا تسبب بمقتل مئات الشباب المحتجين، يظهر كل يوم في التلفزيون يوجه النصائح ويلتقي بكبار رجال الدولة. وفي العراق بلد العجائب تجد محتالا يتمتع بأقصى درجات الراحة في السجن، ويستطيع أن يتصل بالفضائيات ليقدم دروسا في النزاهة. في الوقت نفسه تسجن فتاة لمدة 3 أشهر في ظروف غير إنسانية فقط لأنها تجرأت وجادلت أحد القضاة. أفهم أن تسعى الحكومة إلى استرجاع المبالغ التي سرقت، لكني لا أستطيع أن أفهم ما معنى الصمت على الجهات التي سهلت لنور زهير أن يسرق كل هذه الأموال. كنت مثلكم قد قرأت التقرير الذي نشرته صحيفة الجارديان، حيث أخبرتنا الصحيفة أن السرقة كانت مدبرة من قبل شبكة واسعة من المسؤولين وموظفي الخدمة المدنية ورجال الأعمال، وأن هؤلاء الأفراد يرتبطون بصلات مع سياسية نافذة. الآن إلى صحيفة البصائر العراقية، وفي مقال منشور فيها يقول الكاتب إياد العناز: إذا ما نظرنا إلى الواقع الذي يعيشه أطفال العراق بعد الاحتلال الأمريكي للبلاد في 9 نيسان عام 2003، وجدنا أن من أعظمها خطراً
ما يعانيه الطفل العراقي من مشاكل معقدة نتيجة الأوضاع المأساوية التي تشهدها البلاد وغياب البنى التحتية وتعاظم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بالبلاد، مما جعل الحكومات العراقية المتعاقبة بعد الاحتلال بعيدة عن الاهتمام بهذه الجوانب الرئيسية في بناء المجتمع العراقي على أسس ومبادئ راسخة من القيم والمثل والأخلاق التربوية التي تنشئ جيلاً من الأطفال والفتيان قادرين على بناء بلادهم وتحقيق مسار الحياة السعيدة والعيش الكريم والتقدم في مجالات الحياة كافة. وأدى الغياب الحكومي إلى عدم توفير بيئة أمنية أو آمنة وصحية يستطيع فيها الأطفال ممارسة طفولتهم والعيش بسلام بعيداً عن منغصات الحياة ومتاعبها. إن نسبة من الأطفال تم استغلالهم للعمالة المبكرة أو التسول، وأصبحت حياتهم مهددة بالمخاطر الاجتماعية التي بدأت تؤثر على سلوكهم وتربيتهم المجتمعية. وتزامناً مع الظواهر الاجتماعية والأزمات الاقتصادية التي اجتاحت المجتمع العراقي وتمثلت بتفكك الأسرة العراقية، وتزايدت حالات الطلاق واتباع بعض العوائل لسلوك بعيد عن المفهوم الاجتماعي في الرعاية الأبوية التي تميز بها الإنسان العراقي للحصول على أبسط مستلزمات العيش الكريم بتشغيل أولادهم في أعمال شاقة أو لا تمثل طبيعة البنية الجسدية. ويبقى الطفل العراقي يعاني من تحديات كبيرة وانتهاك متواصل لحقوقه في الحياة، ليس كباقي أطفال العالم في بلد يفترض أن تتمتع فيه الطفولة بكل الامتيازات والوسائل التي تجعلهم في سعادة ورفاهية واطمئنان على مستقبلهم بحكم ما يمتلكه العراق من ثروات طبيعية وموارد مالية. ولكن الفساد السياسي والاقتصادي الذي أصبح السمة الأساسية التي تتصف بها العملية السياسية. علق لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق جون بارنز على المحاضرات الأخلاقية التي يحاول الغرب تقديمها للدولة المضيفة لمونديال 2022، ويقصد هنا قطر، قائلا إنها تعبير عن عقدة التفوق الأخلاقي والثقافي. وجاء في مقال نشره بصحيفة التايمز أن السبب وراء العقدة هي الغطرسة التي تدفع الغرب لتجاهل قوانين البلد المضيف والاعتقاد أنه أفضل من غيره. وتساءل الكاتب كيف سيكون موقفنا لو جاء معلقو قنوات تلفازية إفريقية وبدأوا بالحديث عن الظلم الممارس على السود وغياب مدراء لفرق كرة القدم وانتهاك اللاعبين السود، وأسوأ من هذا معاملة السلطات للسود في أحياء المدن. وماذا سيكون موقفنا لو طلبونا بتغييرات ودعوا إلى مقاطعة مباريات كرة القدم، أنه يجب سحب حق تنظيم مباريات كأس العالم من إنجلترا في وقت يقيمون فيه بأحسن فنادقنا ويتناولون أفضل الطعام في مطاعمنا. إن الوقت تغير، وعندما يحاول الأوروبيون الذين يعتقدون أن من حقهم محاضرة العالم عن الصواب والخطأ، ويشعرون أن من حقهم الذهاب إلى بلد ما وتعليم وتثقيف وتحضير الشعوب والحضارات المتدنية، فلن تنجح الآن. وأضاف: لا نستطيع التنمر عليهم اقتصاديا أو عسكريا أو التلويح بخطابنا الثقافي المتطور. ونظرا لغطرستنا فلا نزال ننظر لأنفسنا على أننا حراس الأخلاق، ونحاول إجبار العالم لمتابعة طريقتنا في التفكير في وقت يمضي فيه بقية العالم بطريقته المستقلة في التنمية. كرجل أسود فإنني واع بالقرون التي كان الأوروبيون يسافرون فيها إلى إفريقيا لتغير ما أطلق عليه الشعوب المتوحشة وتحسين حياتها الرديئة، مع أن الهدف كان هو لخدمة المصلحة الذاتية. ويقول: أعرف التاريخ وأفهم أن الخطاب الأوروبي حول تحسين حياة الناس من خلال غزو بلادهم وإجبارهم على التغيير لا يزال قائماً حتى اليوم. جاء في موقع ميدل إيست آي في مقال للكاتب الجزائري عابد شريف أن دول أوروبا هي الخاسر الأكبر من الحرب الروسية على أوكرانيا،
وذكر شريف في مقال أن الرابح الأكبر في الصراع الذي يجري منذ شباط فبراير الماضي هي الولايات المتحدة التي تحقق مكاسب غير مسبوقة، بما أن ثمة محادثات تجري الآن بين الروس والأمريكان حول أوكرانيا، فقد بات جلياً أن الرابح الرئيسي في هذا الصراع أبعد ما يكون عن ساحة المعركة، فبدون نشر جندي واحد ولا إطلاق رصاصة واحدة، ها هي واشنطن تجني مكاسب جيوسياسية واقتصادية وعسكرية وسياسية غير مسبوقة من أجل الحفاظ على زعامتها. بالنظر إلى معركة الجبابرة ضد الصين، تحتاج الولايات المتحدة إلى استعادة هيمنتها على العالم الغربي وفرض الانضباط من قبل الآخرين لها. حرب أوكرانيا أعادت تأهيل الناتو بشكل كامل في أعين الشعوب الأوروبية، وبطريقة كاريكاتورية يمكن أن تلخص من خلال الشعار التالي: الولايات المتحدة زعيمة العالم الحر، والناتو هو ذراعها الواقي. ومع ذلك لا تقتنع الولايات المتحدة بالمكاسب الجيوسياسية وحدها، فهي تريد أيضاً أن تكسب تجارياً، وبهذه الطريقة يتسنى لها فعلاً تحقيق التفوق، ولم لا وقد جاءتها حرب أوكرانيا هدية من السماء. بفضل التوترات الدولية التي أفرزتها الحرب، فقد ارتفعت مبيعات السلاح حول العالم. ومن أين نشتري هذه الأسلحة؟ بالطبع من الولايات المتحدة. وعدت واشنطن أوكرانيا بما قيمته مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية، ولكن ما من شك في أن الأمريكيين سوف يتأكدون من الحصول على نصيب الأسد لأنفسهم من عقود التسليح، كما سيتم تزويد زبائن أمريكا الآخرين بكميات وفيرة من السلاح، وههم المشترون يصطفون في الطابور. الآن ننتقل وإياكم إلى فقرة الكاريكاتير. استفاديت هواية من تجربتي في تلفزيون بغداد. انتقلت من مجال الإنتاج إلى مجال الإخراج، وبعمري ما أخذت إجازة حتى اليوم الجمعة كنت أداوم. أبرز تجربة كانت فيلم المخلص. أنا أخذ النص أقرأ وأفرغ الشخصيات وأحلل كل الشخصيات. أنا ما أسميه مسرح تجاري، أنا أسميه مسرح جماهيري. مسرحيات جاسم شرف مثلاً على تحديداً دائماً همنا كان يفكر بهموم المواطن. دفع الإقبال المتزايد على شراء المزروعات العضوية في لبنان ليصبح لها أسواق ومتاجر مخصصة بالعاصمة بيروت، في مشهد يناقض الواقع الاقتصادي الصعب الذي يرزح تحته البلد، بالرغم من أن المزروعات العضوية سعرها مرتفع مقارنة بمثيلاتها من الزراعة التقليدية، إلا أن عوامل عدة تدفع كثيراً من اللبنانيين نحو هذا الخيار، لما في ذلك من منافع صحية، وفضلاً عن أنها منتجات تنمو طبيعياً بعيداً عن الأسمدة والمبيدات المصنعة كيميائياً. تعد تقارير حول التلوث الخاص بمياه الري سبباً كافياً لجعل كثير من الناس يبحثون عن مصدر نظيف لغذائهم، وتعتمد هذه التقنية في الزراعة على المياه فقط من دون الحاجة للتربة، كما تستخدم فيها عناصر طبيعية ودون مركبات كيميائية.
تشهد قطر التي تستضيف كأس العالم 2022 اهتماماً منقطع النظير وبروزاً قوياً لفلسطين في أجواء المونديال، ولا تكاد مباراة أو حدث أو فعالية تشجيعية إلا ويوجد فيها علم فلسطين، رغم أن فريقها لا يشارك في البطولة. ورصدت الصحف رفع الأعلام الفلسطينية في مسيرة جرت الخميس لدعم منتخب قطر في مباراته أمام السنغال، وتوشح العديد من المشاركين في المسيرة بالكوفية والأعلام الفلسطينية، وقدم العديد من أفراد الجالية الفلسطينية وأفراد الجاليات العربية الأعلام والكوفية الفلسطينية للجماهير القادمة من مختلف دول العالم، وانتشرت بعض المشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر رفض الكثير من المشجعين العرب التحدث لوسائل إعلام إسرائيلية متواجدة في قطر لتغطية فعاليات كأس العالم، في إشارة إلى تأييد حق الفلسطينيين. الآن نتابع وإياكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. التطريز عندي مهنة حلوة جداً، أنا بحب التطريز، مهنتي بحب مهارتي، بحط كل فنوني وكل فكري في التطريز. أنا بعلم كنت وبعلم بنتي وبعلم أجيال تانية. التراث هذا التطريز إشي حلو من زمان، يعني احنا بنعتز بتراثنا وبنحب انه نجدد فيه اشياء حلوه ثانيه. بذكرنا بايام ستاتنا وعماتنا من قبل كيف كانوا كلهم بيلبسوا الثوب الفلسطيني، واحنا بنعمل وبنفرزه كمان عشان دائما يضلوا على طول ان شاء الله. اي واحد ممكن يلبسه عادي، يعني اي مرأة فلسطينية ممكن تلبسه، ممكن يطلع برا بيشوفوه البلدان اللي برا بيلبسوه عادي. حلو اه. في الثوب البربراوي، في الثوب الحمامي، في الثوب في انواع ثياب. بفتخر بالتطريز وبعتز فيه لأنه التطريز هو هوية الشعب الفلسطيني. هذا التطريز هي ورثته جداتنا وأمهاتنا لبناتنا، على أساس أنه من وين أخذت رسوماتها؟ أخذتها من الطبيعة الفلسطينية، أخذتها من الأشكال الهندسية. الست الفلسطينية إذا زعلت ثوبها بتحول للون الأزرق، إذا الأرملة خاصة في أثواب بئر السبع، ثوب الفرح وثوب العرائس بيكون باللون الأحمر وباللون البرتقالي. حتى الألوان اللي هي الألوان التطريز اختلفت من منطقة لمنطقة، اللون الحمار فغلب على ثوب رام الله اللون الأحمر النبيتي، على ثوب بئر السبع اللون الأورانج. حتى إحنا بمركز سلافة دخلنا كذا ألوان وكذا موديلات حتى نواكب الحياة العصرية اللي إحنا بنعيش فيها. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من صدى الأقلام. دائما وأبدا ظلوا في أمان الله.